زياد، نفس عايزه اعرف منك نفس الاحساس. انتوا الحقيقه اتبلغتوا قبل البطوله بفتره قريبه، مش زي ما بتبلغوا دايما البطولات التانيه، بالظبط. فكان تشالنج كبير قوي، ولكن قدرتوا ان انتوا تحققوا حاجات. يمكن الكباتن اللي قبل كده قالوا لي انه كنتم مش متوقعين ان انتوا يعني تحققوا 11 ميداليه، فقول لي بقى كده عن احساسك وانتوا راجعين بالميداليات دي كلها. احنا كنا فرحانين جدا طبعا، وغير كده احنا كان بقى لنا يعني مده كده ما خدناش فريق كده في بطوله البحر المتوسط، لما خدنا تالت فريق احنا يعني كنا مبسوطين جدا يعني. يعني كان حاجه مده ما كانت بقالهاش، فبقالها فتره ما حصلتش، بس يعني اتبسطنا جدا ان احنا وكمان 11 ميداليه، كنا مبسوطين جدا يعني، انجاز يعني عملناه، وان شاء الله يعني هنفضل ثابتين عليه يا اما هنعلى عنه. طيب الرسائل بقى اللي وجهها لكم كابتن بيبو زي ما انتم بتقولوا عليه، طبعا دكتور ايهاب دكتور رئيس ايهاب الاتحاد طبعا المصري، يعني يمكن كابتن ايهاب بيبقى ليه سبورت كبير قوي، انا دايما بشوفه معاكم في كل حاجه، في كل بطولات بيبقى واقف في ظهركم واقفه كبيره قوي. بعد رجوعكم بقى ايه اكتر المسجز اللي او بعد تحقيقكم كل الميداليات دي، ايه اكتر حاجه كان قايلها لكم؟ كان يعني كان بيشكرنا جدا، وكمان هو مبسوط ان احنا يعني عملنا حاجه زي كده وانجاز زي كده، وبيشجعنا برضه على اللي جاي ان احنا نعمل احسن، والبطولات اللي جايه وان احنا ما نوقفش ونقلش على المستوى ده، نفضل كده كنا ماشيين ونفضل على المستوى ده على طول ونعلى عنه.